محمد، كابتن محمد، ايه رايك كابتن جهاد جريشه معانا على الهاتف دلوقتي نسمع رايه فيها ويكون مع حضرتك برضه قبل ما نقفل مع حضرتك. يا كابتن جهاد مساء الخير، مشرف ومنور. كريم مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينا. الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي يتحدث عن حاله ضربه جزاء فيوتشر، يتحدث انها غير قانونيه، يعني مش مظبوطه. بص يا كريم، احنا عندنا في كرة القدم او لمسة اليد بالذات عندنا حاجتين اتنين لا يمكن نحتسب فيهم لمسة يد او خطأ لمسة اليد. الحاجة الاولانية لما اللاعب يلعب الكورة، اللاعب نفسه يلعب الكورة من رجله لايده، حتى لو ايده موجودة في وضع غير طبيعي ومكبرة الجسم، لا تحتسب لمسة يد او ركلة جزاء. تمام. الحالة التانية لما انا كمدافع العب الكورة من رجلي لايد زميلي اللي موجود في نطاق اللعب في مسافه صغيره، حتى وان كانت ايده موجوده في وضع غير طبيعي ومكبره الجسم. وبالتالي الحاله اللي قدامنا دي من الحالات اللي منصوص عليها نص صريح في القانون ان بلي اون استمر اللعب في شركه الجزاء، لان الكوره جايه من الزميل لزميله اللي موجود ايده في وضع غير طبيعي، ولكن المسافه اللي موجوده مسافه صغيره لا يعاقب عليها بخطا لمسه يد، وبالتالي كان قرار الحكم في الملعب بالركله الركنيه كان قرار صحيح. لكن للاسف لما تم استدعاء خاطئ من الفار وطلع للفار وشاف اللقطه وللاسف غير قراره القرار الخطا باحتساب ركله جزاء. وكريم عايز اقول لك ان اللقطه ديت لقطه مؤثره في نتيجه المباراه، لان المباراه انتهت 3-2 لصالح فيوتشر، وده طبعا خطا كبير في مباراه كبيره زي انبي وفيوتشر. يا كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح العظيم، وده اللي قاله حرفيا كمان الكابتن محمد اسماعيل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.